الصلبي تقول شاب قرناها نقله في النسب، نقله باب النسب، قال باب النسب وينسب إلى المركب تركيبا إسناديا بحذف آخره وينسب إلى صدره ويحذف آخره كما حذف في الترخيم. في الترخيم منعه ثم ناقض نفسه وجاء في باب النسب وقال ينسب إلى المركب تركيبا إسناديا بالإسناد إلى صدره وحذف آخره كما يفعل ذلك في الترخيم. يا ابن سيبوي أنت منعته في الترخيم، فهذا نقله وذا عمر النقل، نقله باب النسب نقله وذا عمر النقل. وقال ترخيم الجملة تقول في شاب قلنا يا شاب، في برق نحو يا برق، في تبط شرنا يا تبط. وقال ترخيم الجملة هو المركز في إسناد وذا عمر النقل، نقله في باب النسب. وإن نويت بعد حذف الترخيم فيه لغتان، لغة من ينتظر وهي الكثيرة، ولغة من لا ينتظر. فمن ينتظر يقول كلمة كما هي فيقول في قمط يا قمط، وفي جعفر يا جعفر يا جعفر، منادى مفرد علم كيف تفتحه؟ تقول أنا لازم ينتظر الراء، الوقت من ينتظر، فتقول مبني على ضمة مقدرة على الراء المحذوفة على لغة من ينتظر. ومن كان لا ينتظر يقول يا جعفو، يعتبر أن الحرف المحذوفة قد انتهى أمره. وبوجهين هوية يا عائش هذا جبريل، يا عائشة هذا جبريل. وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف كما هو، باقي كما هو. خالد مرحبا أبو أهلا، خالد تقول يا خالد مرحبا أبو أهلا. الأستاذ الشيخ الفالح، الفالح ما شاء الله، نعم فين دلوقتي؟ والله لا أعرف مكانه، هذا مسؤول في الحرم لكن لا أعرف مكانه. كان مسؤول المكان، أيوة سنة انتهى تكليفه، كان هو يعني المدير. نعم من سنة الآن خلاص ترك يعني. ترك إنما بيته ما نعرف، هو أحيانا يجي يصلي في الحرم العشاء أو المغرب، لكن عند باب الملك عبد العزيز، عند باب الملك عبد العزيز في الجهة الشرقية هناك تحصل الملك عبد العزيز، لكن متى يجي معه؟ نفسي قبله والله، بس لحاله رب، لأن جيت من 5 سنين برضه كده يعني انبسطت منه، قعدت معه شوية، نفسي يعني كده ممكن تقابله هناك، لكن ما أعرف متى بالضبط يعني، لكن أشوفه أحيانا المغرب أو العشاء في الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز الجهة الشرقية. الرقم كام؟ 34. ما شاء الله ما شاء الله، بس لحالك ورب ما شاء الله، بارك فيك ورب، بارك في أهل البلد دي بحالها يا رب، يا رب هذا حاجة حلوة خالص، يا رب يا رب بلد المسلمين جميعا، يا رب جميعا، ما المسلمين ما بدعي لهم على طول، بلد بارك فيهم ويحفظهم يا رب، جزاك الله خير. وإن نويت بعد حذف باقي يستعمل ما في دعوة كما هو، يا خالد يا خالد، يا محمود يا محمود، وفيه ما فيه، ليس بالعربية اسم معرب آخر هو قبلها ضمة لازمة، لكن تنتظر إيه الكثير. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا تمما، إذا كنت لا تنتظر فاجعله في الأخير، تقول في جعفر يا جعفو، وفي عائشة يا عائش، وفي خالد يا خالو. ثم أتى بتطبيقات، فقل على الأول، جاء بتطبيقات تطبيق، فقل على الأول على لغة من ينتظر في ثمود يا ثمو، يقال لك ليس بالعربية اسم معرب آخر واو مسبوق ضمة، تقول أنا لست أنتظر الداء. وإذا كنت لا تنتظر إذن تقلب الضمة كسرة فستصير يا ثمي، فقل أول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بي. وكذلك لو رخمت، لو رخمت صميان رجل لا يرده شيء، صميان على لغة من ينتظر تقول يا صميان، يقال لك، يقال لك تحركت الياء وانفتح ما قبلها، الأصل أن تقول صميان رخمته بحذف النون والألف، فتقول على لغة من ينتظر يا صميان، يقال لك تحركت الياء وانفتح ما قبلها، الأصل أن تقلب ألفا، فتقول أنا لازم أنتظر الألف والنون. وإن كنت تنتظر تقول يا صمع، وتقول في كروان تقول يا كروى،
الوقتي من ينتظر وتنتظر تقول يا كرم وتقول في هداية الوقتي من ينتظر يا هداية يقال لك وقعت الياء متأخرة وقبلها ألف زائدة القياس تقلب همزة تقول أنا سنتظر التاء وإن كنت لا تنتظر تقول يا هداء علاوة تقول يا علاوة إن كنت تنتظر كنت لا تنتظر تقول يا علاء تقلب الواو والياء همزة هي وقعت متأخرة قبل بعدها وقبلها ألف زائدة هذا 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 ما قاله فقول الأول في ثمود يا ثمود لماذا الثانية الكسر؟ لأنه ليس بالعربية اسم معرب آخره واو مسوغ يقول أبو علي الفارسي ليس في اللغة اسم معرب آخره حرف علة مسبوق بضمة فإن أدى قياس إلى ذلك يرفض رفضه أغلب الضمة كسر فتصير الواو ياء فتقول في جمع دلو أدلون دلون كأفلس أفلس يقال في فلس يقال في أفلس ودلو مثله تقول فيه أدلون لا يصح اقرب الضمة كسر تنقلب الواو ياء فيصير آخر الاسم ياء ولا مانع من القاضي والداعي لا إشكال فيه كذلك ربي أصلا تقول أضبي كفلس وأفلس كفلس وأفلس لكن ليس بالعربية اسم معرب آخره حرف علة مسبوق بالضمة اقرب الضمة كسر قال في أن الداء قياس إلى ذلك أرفض اقرب الضمة كسر فيصل الآخر ياء قال وذلك حتى لا يصير الاسم كالفعل الفعل يكون آخره واو يدعو ينجو يغزو والاسم لا يقول في ذلك ما معنى قال فقل الأول في ثمود يا ثمود ويا ثمي على الثانية والتزم الأول فيك مسلمة وحفصة مسلمة وحفصة التزم في الأول تقول في مسلمة يا مسلمة مرأة مسلمة هذه تقول يا مسلمة لو أخذتها باللغة الثانية لغة من لا ينتظر تقول يا مسلم يلتبس بنداء من اسمه مسلم حفصة تقول يا حفصة حفصة تقول يا حفصة لو قلت على الوقت من لا ينتظر ظن تقول يا حفصة يظنك تنادي من اسمه حفص وجوز الوجهين فيك مسلمة مسلمة لا إشكال فيها ولا لبس تقول يا مسلمة تنتظر ويا مسلم لا تنتظر ماذا ما شاء الله تعالى إذا اضطر الشاعر أن يرخم دون نداء اسما يصلح للنداء لا ليس صح فقال فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طيف بن مال هذا على الوقت من لا ينتظر حتى أنه نونه بن مالك طيف بن مال ليلة الجوع والخصب أولا مالك يصح نداؤه بخلاف السمو هل يصح نداؤه يا عمار بيت هل يصح النداء نحو أحمد لكن تقول جاء أحمد ومرت بأحمد هذا أنت مضطر بغير النداء رخمته قال ألا أصبح ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما وأضحت منك شاسعة أماما أمامة رخمة بغير النداء أنا أقول وللطلال يشترى أن يكون ذلك في الشعر وأن يكون الاسم صالحا لترخيم أنا أقول وللطلال رخموا دين النداء ما للنداء يصلح نحو أحمد أنت يكون صالح النداء يكون صالح النداء يكون في الشعر طول الشعر سبحانك الله.